استخدام الحزام الطبي وذلك أثناء الطواف، فأنا لا يمكنني التحرك أو المشي بدون ذلك الحزام الطبي، وهذا طبعا حزام مخيط، فهل يجوز لي أن أستخدم ذلك في الحج؟ نعم يجوز أن يستخدم الإنسان في الحج وفي العمرة أيضا هذا الحزام ولو كان مخيطا. ويجب أن نعلم أن قول العلماء رحمه الله يحرم على الرجل أن مرادهم لبس القميص والسراويل والفنايل والكوت وما أشبه، فلهذا يجب أن نفهم كلام العلماء على ما أرادوه. ثم هذه العبارة لبس المخيط ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إن أول من انتهى بها أحد فقهاء التابعين إبراهيم النخعي، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقل الأمة لا تلبس المخيط، بل سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، ولم يذكر لفظ خياطة إطلاقا. فيجب أن تفهم النصوص على ما أراد به على ما أرادها به. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.